بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع النوع الثالث من الباور Power Supplies اللي هو الـ Electric Power Supply فبيقول لي Electric Power and the following figure في شكل المقادم ده is clean and can be distributed through the wires العملية ببساطة بيقول لي أنا بأخذ الـ Electric Power اللي هي الاي AC على الترانسفورمر يبقى خد المباشرة على الترانسفورمر حولها إلى على الكونفرتر اللي جاي ده من AC to سي آه بعد كده بتطلع على various سي آه voltage to rest of روبوتس آه او آه بناخدها مباشرة على الـ AC to large motor ببساطة جدا اللي هي ايه النوع الثالث هو electric power آه supply تعالى نتعرف بقى على الادفانتش وديس ادفانتشز بتاعت ايه كل نوع من الانواع الثلاثه اول نوع اللي هو نيوماتيك فبيقول لي الادفانتشز بتاعته ريليتيفلي ان اكسبنسيف لان انا قلت انا بستعمل الكومبرسبل اير والاير ده من آه يعني ما يعتبرش مكلف غير مكلف في ان انا استعمل بالكمبرسور وبنشتغل على طول مباشره نجمع الاير في السورج تانك وزي ما انتم شفتوا كنا بنشتغل بيه هاي سبيد في النيوماتيك Do not pollute work area with fluid. ما فيش fluid. إحنا قلنا فيش compressible fluid. ده في air. Can be used in laboratory work. Uh, common energy source in industry. اللي هو air طبعا. Uh, uh, compressibility. The disadvantages of Compressibility of air limits control and security aspects. طبعا لان انت بتتعامل مع حاجه كومبريسبل غير الفلوت زي ما هنشوف ان شاء الله نويز pollution فروم exhausts الكمبريسور صوت الكمبريسور بيبقى عالي ليكج اوف اير كان بي اوف كونسيرن ممكن ان يحصل ليكج انت بتستعمل وصلات عشان تنقل الاير فيبقى اذا ممكن يحصل تسريب في اي نقطه من النقاط بتاعة الوصلات المستعمله. Difficulties with control of speeds. ده النوع الأول اللي هو إيه pneumatic power supply. نيجي النوع الثاني اللي هو الهيدروليك large lift capacity. بل advantages بتاعته أول حاجة في إيه large lift capacity. ال load اللي أنا أقدر استعمله بل لما بكون بستعمل هيدروليك باور سبلاي هو اعلى لود في الانواع الثلاثه اللي هو سواء كان يوماتيك او الكتريك الهيدروليك باور سبلاي هو اكبر نوع نقدر نعمل بيه الليفت كابستي مودريت سبيدز نحن نحصل منه على مدرسة بس oil is non-compressible طبعا دي ميزة احنا قلنا non-compressible air كان بيعمل لي مشاكل very good servo control can be achieved self-lubricating and cooling, fast response دي الـ advantages بتاعته and one uh, of these advantages قال لي hydraulic system are expensive maintenance problems with seals, with seals causing leakage برضو من الممكن يحصل تسريب uh, not suitable for high speed cycling اللي احنا قلنا ده بناخد منه moderate speeds only need for a return line عشان نعمل عملية الفلتريشن والكولينج للفلويد المستعمل uh, النوع الثالث اللي هو الالكتريك الادفانشز بتاعته uh, actuators are fast and accurate بس طبعا ايه ده بيسمى الأوزان الخفيفة جدا يعني اللي هو electric power supply uh, Possible to apply uh, sophisticated control techniques to motion uh, Relatively inexpensive Very fast development uh, disadvantages بتاعته uh, uh, brakes are needed to lock the uh, to lock them in position uh, Problems of overheating installed condition Uh, electrical arcing may be considered inflammable atmosphere طبعا انت بتشغل مع طيار كهربي فبيقول لك من الممكن ان احنا عملية يحصل شورت circuit ولا اي شيء فبتسبب لي المشاكل بكده نكون وصلنا لنهاية هذا التشابتر اراكم ان شاء الله في التشابتر القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته